أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نحن شباب من منطقة الخرخير، وقد لاقينا أذى من جماعة التبليغ، حيث لا يسمحون بالكلام في المساجد لأنهم مسيطرين عليها في تلك المنطقة، وقد وصل الأمر معهم لحد الضرب، فماذا توجهوننا؟ ولعلكم تحثون الدعاة بالذهاب إلى تلك المنطقة، أو ترسلون دعاة من قبلكم، فالأمر زاد عن حده من هؤلاء الجهلة. يجب عليك أنك تراجع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هي المسؤولة عن هذا الأمر، وتبلغهم بذلك، وهم يتصرفون بما يزيل هذا الأمر المنكر. يعني إذا صاروا الآن يسيطرون على بعض البلاد، هذا أشد من تجولهم. فالواجب عليك أن تبادر بالاتصال أو الذهاب لوزارة الشؤون الإسلامية أو الكتابة لها للوزير، توضح له هذا الأمر، تطلب منه المبادرة بإنقاذ البلد من هؤلاء الضلال. نعم.